السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي تلاميذ الخامس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية، قواعد اللغة العربية. وصلنا إلى حل تمرينات القواعد الخاصة بالمبتدأ والخبر. عندنا هنا احنا قايلين لكم المبتدأ هو اسم، وعادة يجي اسم معرفة، عادة يجي اسم معرفة يعني يا أما بألف ولام يا أما علم. والخبر عادة يجي نكرة بس مو دائما، وهنا يعني 90% يجي نكرة، وأيضا هو اسم ويرفع بالمبتدأ المفرد. هسه احنا ماخذين المفرد بالضمة، مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، والخبر كذلك مرفوع علامة رفعه الضمة. عندني أول شيء يعني اجعل كل كلمة في السطر الأول مبتدأ واختر لها خبر مناسبا من السطر الثاني واضبط أواخر الكلمات. عندي العلم، أول شيء العلم نور، نور زين. ثاني وحدة السماء، شقول صافية. بس هنا اكو شغله، هنا تنوين، النكره تخلون عليها تنوين مو تنسون، والمعرفه بس ضمه. الثمار شنو؟ ناضجة. بعد ايش عندي؟ الجهل ظلام، الجهل ظلام. شوفوا تنوين. العراق يصير العراق حر، هاي عليه تنوين زين. هذا بالنسبة إلى التمرين الأول. نجي على التمرين الثاني. التمرين الثاني يقول اجعل كل كلمة من الكلمات التالية خبرا في جملة مفيدة واضبط أواخر الكلمات. عزيز يريدها خبر، يعني اجيب قدامها جملة فاقول الصديق، هذا المبتدأ، عزيز، عفوا هنا أنا ماكو تنوين، نجي مخلصات، المعلمات، مخلصات، مسرعة، السيارة مسرعة، مسرعة عفوا، مهذبات، الطالبات مهذبات، مهذبات، ومحترم، المعلم محترم زين. هذا بالنسبة لهذا التمرين. نجي نشوف التمرين الثالث، يقول ضع خبرا مناسبا للأسماء التالية واضبط أواخر الكلمات بالشكل. أولا الوطن، إذا تقول الوطن عزيز أو الوطن غالي. المدارس، المدارس كثيرة. الحرية، الحرية، الحرية مثلا مطلوبة أو عادلة أو جميلة. عادلة مثل الجيش، قوي. والعلم، أو العفو هاي العلم، العلم مو
العلم مرتفع. زين، التلميذ مجد أو مجتهد، كيفك. هذا بالنسبة إلى هذا التمرين. نجي على التمرين الآخر اللي هو عين المبتدأ والخبر في الجمل التالية. هنا بس نعين المبتدأ والخبر، نسوي جدول، نقول المبتدأ، وهنا راح نقول الخبر. زين، الجملة الأولى العراقي شجاع، فمبين المبتدأ هو العراقي. دائما المبتدأ هو يبتدي بالكلام، وشيء ثاني انه اسم، ودائما يعني 90% هو معرف. العراقي شجاع الخبر. زين، الجملة الثانية خل اشوفها شنو هي. العدل اساس الملك، انتبهوا العدل هنا، يعني هاي الجملة الاولى. الجملة الثانية العدل هو المبتدأ، وهنا الخبر هو أساس. أساس. زين، الثالثة فلسطين عربية. فلسطين، هاي فلسطين، فلسطين عربية. زين، الرابعة، الجملة الرابعة المصايف جميلة في الشمال. المصايف صايف جميلة. الجملة الخامسة العراق موحد. خامسة العراق موحد. الجملة السادسة الخنساء شاعرة. الجملة السادسة الخنساء شاعرة، هذا الخبر. والجملة السابعة والأخيرة اللي هي المياه ثروة. المياه، الجملة السابعة المياه، وهنا ثروة. هاي بالنسبة لهذا التمرين. نجي على التمرين اللي بعده، يقول املأ الفراغات التالية بكتابة المبتدأ واربطها بالشكل، ثم بين نوع كل منهما. يجي العراقيون هنا، العراقيون هذا المبتدأ. يقول املأ الفراغات التالية بكتابة المبتدأ والخبر او الخبر واضبطهما بالشكل، ثم بين نوع كل منهما. يعني هنا شنو نوعه؟ جمع مذكر سالم. تبعتكم ما اخذتوا الجمع. أهدافهم شعب ناهض، أهدافهم واحدة. آية واحدة هنا، يعني مفرد مؤنث. وهنا وخيراتهم كثيرة، أيضا نوع مفرد مؤنث أو بس مفرد. خيراتهم كثيرة، و هنا فارزة ثروات العراق. ثروات العراق، دفوا هنا ثروات العراق، ثروات هنا أيضا. هنا هذا مبتدأ،
جمع مؤنث، هذا جمع مؤنث سعد. زين، هذا بالنسبة لحل هذا السؤال التمرين. وصلنا إلى الإعراب، الموضوع الأخير في المبتدأ والخبر. احنا قلنا لكم العلم أعرب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. زين، نافع خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. زين، ثانيا الوحدة، الوحدة أيضا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وهنا عندنا قوة تون خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هذا بالنسبة لكل ما موجود في تمرينات المبتدأ والخبر. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة، وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.